السلام عليكم، معكم كوادر اوف 21 في فيديو جديد. كاين شي فيديوهات في يوتيوب زوانين واعرين، تنبغيهمش يضيعوا المعلومات اللي فيهم، تنبغي نشاطر معاكم بالدارجة. دابا هنا عندنا الفيديو ديال كيفاش تقيس واش انت كبير في المشاعر ديالك. How to test your emotional maturity، واش انت كبير في المشاعر ديالك ولا برهوش، فهمتيني؟ المهم بالدارجه ولا برهوش. المهم باش تقيسهم كاينه واحد الحاجه هي اللي تقيس عليها. دابا شي واحد كتعتمد عليه في المشاعر ديالو، مثلا البنات كيعتمدوا اكثريه مثلا على مهم مثلا، ولا مثلا كاين شي بنات خارجين طريقتي تعتمدوا مثلا على صاحبهم مثلا، ولا كاين شي بنات مثلا مزوجين كيعتمدوا على راجلهم مثلا في المشاعر ديالهم. ولكن الا خدلك خلاك ما تسوقش لك، صافي كرهك بعد منك، اشنو غادي دير؟ تما تصور راسك، تحبس هذا الفيديو تصور راسك وتفكر اش دير وتكتبه في ورقه وعاد تكمل معاه. اول حاجه ممكن ديرها هي انك تضعف بزاف وتحطم وما تبقاش حامل الدنيا وما تناقش هذاك اللي حطمك مثلا، ما تناقشوش مثلا عقليا، وما تقولوش هل اللي درتي وهل اللي درتي وهدر اللي درتي، وتحاول تفهمه. والحاجة الثانية اللي ممكن تدير هي انك تغضب وتبغي تنتقم. وهادشي علاش؟ لانك ضعيف الداخل ديالك، واللي قوي الداخل ديالو ما كيحسش بداك، الرغبة في الثأر ولا في الانتقام وداك الشيء، لأنه أصلا قوي محتاجش بنادم. المهم هذه هي الكيس الثاني، ممكن تحس بها مشاعريا وتقدر ديرها مثلا. والكيس الثالثة ممكن تحس بها أو ديرها هي تمثل بأنك حتى حاجة ما قاستك، بحالا تو أنتو شابل، ولا يمكن تحس انت بصح هكا، يمكن تمثل بانك هكا. هذه هي الكيس الثالثه. المهم الخوت، الكيس الاولى كيديرها اللي ضعيف بزاف، يعني المشاعر ديالو باقا صغيره بزاف، مازال ما تعلمش بزاف. الثانيه كيديرها متوسط، والثالثه انك تكون كولد يعني بارد في المشاعر ديالك، او تمثلها كيديرها من نيفو رقم 3. ولكن هادشي كامل مازال ما وصلتيش واحد النيفو عالي بزاف. النيفو العالي بزاف هو فوق هادشي، هي ملي تحس براسك. حيت الانسان تحس مشاعر مختلفه، ولكن ملي يحس براسو في الاولى كيبدا يناقش. هادي المستوى الرابع، يحس براسو مثلا بنادم جرحو بزاف تيناقش، بنادم جرحو بزاف وغضب بزاف شنو تيدير؟ تعطي واحد الثقة، واحد الثقة اللي كتخلي بنادم تولي واحد الثقة مبادلة، وما كي ما كي ما كيندافعش بدافع ان الغضب وكذا وهذه، لا كيجي الغضب ولكن هو في نفس الوقت كيعطي الامان. والثالثة شنو كيدير؟ مثلا لحس براسو شي واحد قاسو، مثلا وكانت المشاعر ديالو بارده، شنو كيدير؟ كيقول هذاك السيد ما قاسني الا هو متازم داخليا، اجي نعاون. المهم الخوت هذاك اللي من النيفو الرابع كيعرف بلي شي مرات انسان كيضعف، ولكن كيحاول يدخل العقل ديالو في المشاعر، كيدمج العقل مع المشاعر وكيتعامل بعقله في كاع الظروف وكاع الاحاسيس، ما كيخليش الاحاسيس تغلب عليه. هذا هو النيفو الرابع. أخوت السلام عليكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله.